بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فنواصل الحديث في كتاب شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضائلها، معانيها، شواهدها ومشاهدها، مطالبها، بقلم شيخ الإسلام الإمام عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي عنه. ولما نزلت آية وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبل الصفا ونادى أصول القبائل حتى اجتمعوا، فقال لهم: أرأيتكم إن أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ فقالوا كلهم، وفيهم أبو لهب وغيره: نعم نصدقك يا محمد، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أي أنذركم عذاب الله تعالى الذي هو أقرب وأسرع من خيل عدوكم لو اجتمعت عليكم في الوادي خلفكم. والحمد لله رب العالمين.